السلام عليكم يا شباب. النهارده هنشرح اختبار من الاختبارات المهمة اللي هو اختبار الشد الخرسانة. طبعا هتاك النظر بتاع الاختبار ده احنا نقوله بالتفصيل. أيام ما كنا بنشرح النظر بتاعها، دلوقتي بس بنركز على الاختبارات العملية وانت تشوف التجربة ونحاول نوريك هنعمل ايه بالظبط. الأخ صاحبنا اللي قدامنا هيبدأ دلوقتي يعمل اختبار الشد على العينه الاسطوانيه اللي انتم شايفينها دي. اول حاجه بيبدا يقعد يتاكد من ابعاد العينه دي الاول. طبعا واضح ان هي 15 في 30 قطرها 15 قطرها 30. يبدا دلوقتي بيحدد عليها اهو الخط ده اهو اللي هيبقى معاه محور بتاع التحميل، يعني ده بقى كده وده هتلاقيه هيجي يعمل محور التحميل عليه. هيبدا يجيب القرنيه بتاعته اهو، بدا ياخد القطر بتاعها زي ما انت شايف اهو من فوق ومن تحت عشان يتاكد ان هو ثابت ما اتغيرش. هيبدأ ياخد الارتفاع بعد كده بقى هيوزنها، وبعد ما يوزنها يروح بقى للجهاز بقى المكنة بتاعتنا. تعالى بس هنا كده حتة صغيرة كده، الراجل جه عند المكنة اهو حط العينة. تعالى بس نبص على الحتة دي، شايف الخشبة اللي في قاع المكنة دي؟ يعني الخشبة دي انت رأيك محطوطة ليه؟ مش وارد ان انا احط عينة، خصوصا ان العينة طويلة كمان ممكن حمل ما يوصلش الا في حته النص اللي على قده بس ويجي على الطرفين مفيش تأثير. ممكن كان لازم اعمل حاجه زي الكوبري كده. حاجه ايه الكوبري ده؟ بيعمل ايه؟ مخده بتنقل الحمل. لا مش بتنقله بس من المدبس بقى المكنه، لا بتوزعه على طول العينه توزيع منتظم. يعني بتوزعه على طول العينه توزيع منتظم من اول العينه لاخرها. واخد بالك انت؟ دي لازمه الخشبه اللي موجوده تحت. في ناس بتستخدم خشب، في ناس بتستخدم مضاد، في ناس بتستخدم طاق حديد يحطوا يعني زي ما تقول مخدة خشب كده صغيرة تحت وفوق، بعد كده يحط حتة حديدة كبيرة كده في الصدفة هنشوفها دلوقتي أو من مضاد عشان نتأكد برضو إن العينة كده تمام وثابتة في مكانها وإن التحميل طلع نفس المقدار عند كل نقطة على طول الأسطوانة بتاعتي، يعني من أول الأسطوانة نصها لآخرها نفس الإيجاب بيأثر عندي. طب يا شباب ده شرط من شروط الاختبار. اهو دلوقتي هيبدا يثبت الاسطوانه، هيبدا يثبتها على الخشبه، بس هو بيدور على الخط اللي هو عامله في الاول. هيطلع الخط ليه؟ الخط ده هو اللي هيبقى موازي للمكبس بتاعي او مقابل للمكبس بتاعي، وهيبدا يحط الخشبه الثانيه دلوقتي عليه من فوق اهو، بيتاكد ان المكنه اللي العينه تمام. هيبدا يثبتها ويدخلها عشان يتاكد انها تبقى في المحوريه بالظبط. هحط الخشبه الثانيه اهي، وهيجيب دلوقتي قالب حديد من الصلب او مطاط عشان نحطه عشان يتاكد برضو ان المكنه مسكت في القاع بتاع العينه، مسكت في القاع بتاع المكنه ما تهربش منها وهي بتعمل الاختبار. اي ماده المهم تنقل الحمل بتاعي او جابها عشان يبدا يثبتها تحت المكبس عشان تبدا تمسك على العينه بقى ما هي ما تتحركش. بدا يشغل المكنه اهو. المكنة دي انالوج، مكبسها هيدروليكي. بيثبت العينة لحد ما يتأكد، مثبتها اهو عشان يتأكد العينة مش هتهرب من المكبس. أول ما تثبت هيروح شايل ايده خالص. أول ما المكبس يجيب قطاع الصلب اللي فوق ده زي ما انت شايف اهو، أول ما يحصل التلامس ويمسك فيه كده العينة هتثبت. شال إيده خالص، العينة ثبتت أهي، ما جريتش منه ولا حاجة أو ما اتقلبتش وبتاع الطاق الحديد اتقلبت، المكبس خلاص مسك أهو. يبدأ بقى التحميل دلوقتي، بتنقل من المكبس لحتة الصاجة دي بالطول كده، بطول بقى الأسطوانة. أنت فاهم هندسة؟ هيبدأ دلوقتي أهو، هنرجع الحتة الصغيرة تاني أهو. يبدا دلوقتي الحمل يجي من المكبس ويبدا يتوزع بطول الصاجة الحديد دي على طول الاسطوانة بتاعتي. لحد ما هيبدا يحمل عليه لحد ما تتكسر. شوف هتبدا تتفلق من النص اهي، ركز معايا بقى الحتة الجاية دي، اتشقت نصين بالظبط. شايف النص ده؟ الشق النصين ده بالظبط ده الشكل المثالي. معنى كده
ان انا كان الصب بتاعي كويس، الضغط بتاعي كويس، الدم بتاعي قصدي كويس، كل الخطوات عملتها صح. فكده دي العينه بتاعت المظبوط. طيب كده يا شباب، ده بالنسبه لاختبار الشد. دلوقتي عندنا الاختبارات الغير متلفه. اولا شنو تمر، طبعا شرح نظريا بالتفصيل، انا بس عايز اوريك شكل الجهاز وازاي بنستخدمه وكده. تمام كده؟ الراجل بدأ هنا يقعد يشرح الشميل القمر والأهمية بتاعته والكلام ده كله. بدأ يشرح المطرقة وبيقول لك أدي جسم المطرقة بتاعي جواه قضيب حديد بينسلت أو معمول بسوستة من جوه كده يا شباب. السوستة دي متوصلة برقم بجهاز قراية كده، هتشوفوا دلوقتي بيعمل طرقة حسب كثافة الجسم بتاعي. يعني لما يتأثر بالمطرقة على الخرسانة كده على العمود أو على الحيطة بتروح عامل رقم ارتداد يجيب لي قراية. القراية دي بتعبر عن ايه؟ كثافة الموضع اللي انا حطيت فيه المطرقة بتاعتي. ده اسمه ريبوند نمبر. تمام كده يا شباب؟ نجري شوية. اهو ده المقياس القراية اللي انا بقول لك عليه اهو. وادي بادئ من الصفر ويبدأ البتاع دي تبدأ تتحرك كده يا شباب لحد ال 100. يديك رقم. اي رقم من دول هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه بقى، هو ده الرقم اللي انا عايزه بتاع الارتداد اللي بعد كده بجيب منه ايه؟ مقاومة السطح اللي انا ايه خبطت عليه. دلوقتي بيقول لك اهو ازاي بيفك الجهاز نفسه. لو طبعا بعد ما انت بتستخدم الجهاز رقم الارتداد ده بيروح قافل على المكنة نفسها بتاعتك، بيروح القضيب الحديد ده داخل جوه والسوسته قافله عليه عشان يحافظ على القرايه. انا عشان افكه زي ما انت شفت كده الدكتور بيعمل معانا ايه اهو، بدا يضغط عليها في الحيطه وهي مقفوله عشان يفكها، بدا يضغط عليها في الحيطه اهو، وفي نفس الوقت هيبدا يقفل ايه الزرار بتاعها عشان تفتح معاه. تلاقي المكبس بتاعك راح فتح في نفس اللحظه. البتاع الحديده دي بقى دي صنفره، دي ليه؟ عشان لما يبقى في حته كده مش مظبوطه في الخرسانه ابدا اصنفر بيها سطح الخرسانه الاول قبل ما استخدم. يبقى ده اللي بصنفر بيها سطح الخرسانه الاول، وبعد ما اصنفر زي ما الدكتور عمل لنا كده وواضح كده، اروح ايه داخل بالايه بالشميلة عمر بتاعتي عشان ايه مكان ما انا ايه نضفت عشان ابدا اخد القرايه بتاعتي. اه بيقول لك هنا ان انا بقسم هنا كشكل وهمي كده على الحيطه، بعمل مربعات وبقول اخد العينه هنا 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 في نقط مختلفه. حدد المساحه 30 في 30 بتاع الكوب بيقول عليها عندنا، الكوب مثلا ده بيقول 30 في 30، وابدا يخبط ايه في كل نقطه ايه ياخد قرايه، ياخد قرايه، ياخد اثنين موضع جنبه ياخد قرايه ثانيه، ياخد قرايه ثالثه وهكذا. خد القرايه خلاص ادي اقرا عندي اهو، اقرا مثلا عند ايه؟ عند 30، عند 20، 25 بالظبط، اقرا عند ايه؟ 26 بالظبط، 25 و 26. تمام كده؟ القرايه دي بتعبر ايه؟ رقم الاهتداد. طب بعد ما تجيب رقم الاهتداد ده، شايف التشارتس اللي موجوده على الـ شميلة القمر؟ هتشوف دلوقتي اهو، بس انا في فيديو اهي بالظبط اهي. الشارتس دي بقى يا ريس مرسوم عليها ثلاث رسمات، رسمة لو المطرقة لفوق اللي أنا مش هقول عليها دي، رسمة لو المطرقة استخدمت فورة أوكي، ورسمة لو المطرقة استخدمت رأسي للأسفل. بحسب موقع استخدام بتاع المطرقة سيادتك بتخش إيه؟ الشارت. إيه الهدف؟ طبعًا لو رأسي الأسفل السوستة هتتأثر بالجاذبية الأرضية. طبعًا مش هتبقى القراية صحيحة، ليه؟ إن في زيادة. طب لأعلى نفس الكلام. فوق لاسفل هتبقى في مقاومه، لاعلى ماشيه مع الجاذبيه هتنزل تقرا اللي هي اكبر شويه. افقي هتاثر على الجاذبيه، يبقى لازم اخش بالمره اللي انا استخدمت بيه المطرقه. هتاخد الرقم من تحت في الافقي وتطلع تضرب الاتشار على الشكل اللي انت استخدمته وتخش ايه شمال. هتلاقي القرايات دي كلها بالميجا باسكال، كده انت جبت ايه مقاومه الخرسانه بتاعتك اللي انت عايز ايه تستخدمها. شايف اهو، خش من تحت وتجيب المنحنى اللي انت استخدمته
وتروح ايه جدد اهو بيقول لك تحت اهو ريبوند نمبر مكتوب ريبون ريبوند اسسمنت اللي هو ريبوند نمبر بتاع اللي انا ايه جبته من قرايه الجهاز بتاعتي كانت 25 هيطلع عند 25 يربط في المنحنى اهو وبعد كده اخش ايه شمال هيلاقي حوالي 18 19 في الحدود دي وكانت القرايه 25 طلعت عند 25 اهو انا استخدمت ده لا يبقى فوت اول خط استخدمت الاوبوكي يبقى اخش في تاني خط عندي يبقى من 25 اهو اخش عند تاني خط اهو النقطه دي واروح جاي كده قريت 17 18 في الحدود دي يبقى دي مجوده ايه سطح الخرسانه بتاعي اللي انا ايه عايزها او اللي انا محتاجها كده يا شباب يبقى انت جبت القرايات بتاعت ايه شميله هامر طبعا مع التصحيحات اللي كنا قلنا عليها قبل كده بقى انت عارف موضوع التصحيحات بتكمل في المسائل في غطات النظر تمام كده وان شاء الله برضه هنرفع لكم الفيديوهين بتوع الشرح بتاعهم بتوع خرسانات المتصلده وبتوع ايه الاختبارات اللي قلت لكم معاهم برضه الاختبار المهم الثاني عندي الالتراسونيك كان من الاختبارات المهمه جدا ليه؟ زي ما هنشوف دلوقتي الاختبار ده يعني بيحدد حاجات كتير ممكن تحدد فيه كثافه السمك بتاع قطاع الخرسانه اللي قدامك ممكن تحدد كثافه الخرسانه دي بشكلها ايه هو بكل بساطه بيعتمد ان انا هرسم موجه صوتيه جوه قطاع الخرسانه بتاعي وقطاع الانشاء بتاعي سواء بقى العمود الكاميرا البلاطه هكذا جهاز مرسي وجهاز مستقبل واشوف الوقت اللي هتستغرقه الموجه الصوتيه اللي انا ارسلتها دي تستغرقه من خلال القطاع قد ايه بناء عليه بقى نحدد السمك نحدد الكثافه والله الحته دي كثافه جدا الحته دي فيها فراغ حسب ايه سرعه الموجه نفسها لان سرعه الموجه طبعا في الوسط الواحد تبقى اسرع كتير لما تتكسر في كذا وسط ده الفيزياء اللي هي بتاعت ثانويه عامه كمان او الفيزياء بتاعت اعدادي تعال نشوف فيديو الدكتور بدا يشرح لك اهو جهاز يقول لك ده انه غرفه يقول لك ده في هنا القرايه الديجيتال بتاعت الشاشه بتاعتي ادي هنا ايه المستقبل وهنا المستقبل وهنا ايه المرسل بتاع الموجات وهنا الجهاز بتاع الاخرى على الموجه اللي انا عايزها مظبوط على الموجه اللي انا عايزها وادي الكابز بتاعت الجهاز اهو وادي دي بقى دي اللي هي الجهاز المرسل نفسه والمستقبل نفسه هو اللي هيصدر الموجه ويستقبلها عن طريق الاسطوانه اللي ماسكها الدكتور دي عباره عن ايه يا شباب دي اللي بيعاير الجهاز بيها يعني دي اصلا بتبقى معروفه ان المفروض الموجه تقطع فيها قد ايه بالظبط انا اشوف لو قطع بنفس المسافه يبقى الجهاز ده مظبوط كده مش مظبوطه يبقى ارجع ايه اعيد تاني اظبط الجهاز لحد ما يظبط معايا نجري شويه الفيديو ايه ده بقى الدكتور وريك ازاي تركب الكابلات والكلام ده كله هرفع لكم اللينكات برضه بتاعت الفيديوهات دي وفيديوهات تانيه بعد كده هتفيدك برضه هرفعهم لك في ملف كده بي دي اف عشان تبقى هو الدكتور دلوقتي قاس بتاعه بيعايره لها 72 يبقى دي سرعه الموجه جوه الوقت اللي الموجه ايه خدته عشان نقطع في القطاع ده او في الحديده او في الحديده دي خد ايه 70 ثانيه و2 من 10 70 ثانيه و2 من 10 بيرجع بقى يظبط عليها تاني لحد ما يظبط ايه الرقم اللي هو عايز يستخدمه وبعد كده يبدا ايه يحط شحم الاول على العينه زي ما انا شايف ادي الشحم اهو يبدا يحط المرسل والمستقبل بعد ما يخلص معايره الجهاز عشان يبدا يقيس ايه سرعه الموجه جوه المكعب اهو هبدا اقيس سرعه الموجه 35 9 8 لحد ما تستقر 35 وايه و8 السرعه دي يا شباب بجيب منها دي ده الزمن قصدي ده الزمن الموجه قطعته معايا الزمن ومعايا طول المسافه اللي الموجه مشت فيها المكعب 15 اهو بالوجه اهو طيب مسافه على زمن يديك ايه سرعة فيتشر موجود للجهاز بتاع الالتراسونيك الشرط ده انت بتخش له بالسرعة يديك مقاومة الضغط اللي انا ايه محتاجها او الجهاز او القطاع الخرسانة ده مقاومته قد ايه ده الاختبار بكل سهولة اهو بعد كده فك الجهاز يقول لك الاحتياطات بقى تتعامل مع الجهاز ازاي وتشيله والكلام ده كله يبقى لحد كده يا شباب انا اديتك الالتراسونيك اديتك شمال اتكلمنا على الانسايد اتكلمنا على الكونفرسيف اتكلمنا على الكابلتي اتمنى ان انا ايه اكون قدرت افيدكم بالفيديوهات دي تكون مرجع ليكم باذن الله شكرا لحسن الاستماع